يعني في الايام هذه ايام الشتاء تكثر الزكمه والام الحلق، وتجيك يعني فتاوى على كيف كيفك، خذ لك زنجبيل، واللي يجيك يقول لك خذ لك عسل على الريق، واللي يقول لك ناقصك فيتامينات، يعني الكثير من هالكلام اللي ما له نهايه. بعدين يروح ياخذ له من الصيدليه مضادات وعلاجات دون اي استشاره من الطبيب المختص، وعلى البركه نجحت نجحت ما نجحت بكيفها. الفيتامين سي أنا ما راح أتكلم عن فوائده، إنه يقوي المناعة ويحارب السرطان ويجدد الخلايا ويساعد امتصاص الحديد ومعروف. أنا بتكلم عن الفيتامين سي اللي شفته بالصيدليات عندنا بالسعودية. تقريبا كل المنتجات اللي شفتها وخصوصا الفوار تجي من وراء تشوف المكونات وشي فيتامين سي أز أسكوربيك أسيد، بس مو مكتوب من وين ماخذ أسكوربيك أسيد. في مشكلتين، المشكلة الأولى أنه تخيل هذا شكل فيتامين سي الطبيعي مكون من 5 أجزاء، الأسكوربيك أسيد جزء واحد بس، يعني باقي 4 أجزاء ما فيه، يعني ناقص، مو فيتامين سي. رقم 2، يا ليت اللي ناقص هذا الأسكوربيك أسيد مأخوذ من الطبيعة على الأقل، لا مصنع بالمعمل. عشان كذا أنا معي ينضم لي هنا في الاستوديو الصيدلي ياسر التميمي. أهلا وسهلا. حياك الله ياسر. كيف حالك؟ كيف الحال؟ يعني أنا شوي الفترة الماضية زكمت. ايه. في شباب قالوا لي زنجبيل وحليب. ايه. وفي ناس قال لي يا ابن الحلال مضاد ريح نفسك. ايه. في ما في واحد قال لي روح الطبيب. هذا المتعارف عليه. هذه مشكلة أزمتنا إنه احنا كلنا أطباء. ايه. وكلنا نفهم بالكورة. صح. وكلنا نفهم بالكل شيء كل شيء يعني. صح، كل واحد يفتي. كل واحد يفتي. ايش اللي قاعد يصير معك؟ والله جرت العادة يعني إنه متعارف عليه إنه الواحد إذا تعب يروح للصيدلية ويسأل الطبيب، يسأل الصيدلي. ايه؟ أنا عندي كذا، ما حلله، ما أخذ الهيستوري حقه، ما فحص، ما سوى أي شيء، فيطالبوا يعني إنه يعالجه، يعني حتى لو يعطيه طبعا مضادات حيوية ممنوع ومشددين عليها. ايه؟ يعني موضوع هذا ما في تلاعب، لكن لابد من تلقى فيه تراخي. ايه، في ناس يعني لابد يمشي. ايه؟ إيه؟ لما اروح للصيدلي واقول له انه بالله اعطني فيتامينات احس اني شوي تعبان، والصيدلي هذا بعد يعطيني على قد عقلي، يقول خله ما دام يبي يشتري يشتري، ايش المخاطر اللي ممكن تنضوي تحت الموضوع؟ كثير كثير. الفيتامينات لما تاخذ وانت إيه؟ ما تحتاج فيتامين معين. إيه؟ وتاخذه بناء على انه والله ابي حاجه معينه، مثلا ابي يطول الشعر، ابي يقوي المناعه، او ممكن ما يكون عندك النقص هذا، فايش يصير؟ يصير في تسمم بالجسم اذا زاد عن حده. اي، كثير من الفيتامينات تصير فيها تسمم بالجسم، فلا لازم تعرف انت وايش اللي محتاجه عن طريق الطبيب. خاصه انه بعض الفيتامينات امرها سهل من ناحيه الفيتامين سي. ايه، توكسيسيتي حقته تسميه مو عاليه، فمش موضوع كبير انك تاخذه مثلا اذا جاك انفلونزا او شيء. لكن بعض الادويه مثل فيتامين د التوكسيستي عنده عالية جدا، لأنه يذوب بالدهون ما يذوب في الماء، فلا ممكن يعني سالفة أنه جاك زكمة ولا تعبت، بالله عليك لا تكتفتي. أكيد. ها؟ أكيد. لا تقول. طيب، في ناس يجي يقول إذا مرضت أحسن أمرض شوي، استمر مريض شوي عشان المناعة بجسمك تشتغل، بعد يومين كذا رح للطبيب. شو رأيك في الكلام؟ لا، هنا في شيء إنفلونزا، في شيء بكتيريا. إيه؟ بعض الناس يجيهم إنفلونزا يجي التهاب الحلق. إلا. فيعتمدوا على انه بكتيريا. إيه؟ فهنا مشكله، لانه 90% او 95% من التهاب الحلق هو مو بكتيريا. إيه؟ مثلا اجيب لك مثال. إيه؟ يعني فعلى طول هو يتجه للمضاد الحيوي. المضاد الحيوي مشكلته انه لما يكون عندك ريزيستنس، المقاومه، الجسم يتعود على الفيتامين على المضاد هذا، بعد فتره ما يصير يسوي شيء معك. وغير كذا لما تبدا بالمضاد الحيوي يصرفه لك الطبيب، ما يصير توقفه قبل لا تنتهي الجرعه محدده، لانه أيوة. كذا راح يكون في راح يرجع عليك بشكل مضاعف يعني. طيب، اذا جينا نتكلم على الصيادله جماعتك اللي بالشوارع، مو مشكله انه تعطي ادويه، بس المشكله انك تفتي. هل الصيادله لدينا يفتون فيما لا يعرفون؟ يعني يقول والله على وجهك في فدول بس نعطيك دبل كويس، ايش رايك؟ موجود هذا بالسوق ولا لا؟
بيني وبينك مو بس موجود، اكيد في موجود لانه إيه؟ ممكن يبي يبيع يبيع بفتك. بس ايه في مشكله ثانيه، انه المريض لما يجي انا شفتها يعني، ويقول ويعطيه الصيدلي مثلا دواء واحد انتي هستامين حق الحساسيه، يقول بس يعني كانه يقول لك بس ما في شيء ثاني، يبون اللي يعطيهم اكثر. انا شفت الصيادله، انا اقصد الـ الزبون اللي يجي المريض التعبان، احيانا الصيدلي يعطيه وصفه، الصيدلي اللي عنده ذمه يعني ما يعطيه بس عشان يبيع يعني، فتلاحظ انه مو راضي المريض يعني، كانه عطني زود، عطني زود بس. هذا الصيدلي، انا اتكلم ترى لازم نتكلم في هالحلقه عن البعض، عن البعض، عن البعض، البعض. اكيد اكيد. الصيدلي اللي يصرف ابر تنحيف وابر مدري مش عارف ايش، هل هذا الصيدلي ما ابغى اقول يتنافى، هل هذا يعتبر مجرم؟ بصراحه اذا انت صيدلي تعتبر انه اللي يجي اقول له انا ابي ابر للتنحيف او التنشيف او مش عارف، اكيد هذا مجرم. اكيد اكيد. لو جاء المريض التهاب بالبنكرياس مثلا، او جاء خلل بالغده مثلا، لو جاء انخفاض بالسكر من نتيجه حقه الانسولين هذه، خصوصا انه ما يعرف الجرعات ولا يعرف، لا هذه مصيبه. طيب في قصه قلتها لنا انت، في بعض اللي يطلبون عند ابواب الصيدليات يعطيك وصفه ويقول لك بس اشتريها لي من الصيدليه، وش هي هذه؟ تقصد وصفة طبية؟ بعضهم يجيك، بعض اللي يطلبون مال عند الصيدلية. اي هذه انا شفتها بعيني، ما حد قال لي، انا شفتها بعيني. يجون ناس بصراحة هم شحذين، لكن عصابات انا اسميهم. يقول لك ليش؟ معهم وصفة طبية. وصفة مزورة. ممتاز. مزورة. ما اعرف منين جايبينها. يروحون على الصيدليات، يدوروا ويركزون على الصيدليات اللي فيها ناس حولها، مجمعات او شيء زي كذا. فتجيك على هيئه يعني شايب او امراه كبيره بالسن، فتجي تقول انا بنتي فيها سكر وفيها سرطان، وتحط كل الامراض اللي فيها ومعها وصفه، تقول انا ما ابي منك فلوس، روح اشتريها، هذه طريقه جديده. انا ما ابي منك فلوس، بس شوف لي هذه، خذ لك ابره سكس، واحده من الموجودات ابره سكسندا ب 1250. طيب هي مين محتاجة هذه؟ تطلع من عندك تروح صيدلية ثانية تسوي نفس الحركة، نفس الوصفة تشوفها بمكان ثاني، وتكلم معك بلهجة سعودية يعني. بس هل ممكن تسترجعها هذه؟ تقدر تسترجعها؟ تأخذ فلوسها؟ هي وين؟ هي أخذت الوصفة هذه، بعدين تروح صيدلية ثانية تأخذ نفس الوصفة. زين، من عن طريق مين؟ عن طريق ناس تعاطفوا معها وعطوها. أيوه. عطوها الفلوس على اساس انه بيشتري دواء يعني. صح. هي ما تشتري دواء يعني، هي تروح اكثر من صيدليه انا شفتهم يعني، وتخلص الموضوع من هناك. تخلص المشكله وين؟ المشكله الادويه اللي شرتهم، كيف بتخزنهم؟ وين تبيعهم؟ هي ما راح تستخدمهم، واضح يعني. في بيع من تحت الطاوله. يعني واضح، ما ادري، يعني هي تاخذ الوصفه. انت تدري بس ما تبي تقول انك تدري. أنا ما أدري فعلاً، ما أدري وين يروحن يعني الأدوية هذه، والمشكلة إنه بعضهن يحتاج، بعض الأدوية تحتاج ثلاجة. تقدر ترجع على صيدلية وتأخذ دراهمها؟ إذا إيه ممكن. إذا مع الفاتورة كاتب يرجع. إيه ممكن تصير. ها؟ تصير. هي أكيد إنه تجمع، أكيد إنهم الطريقة واضحة، إنهم يجمعون الأدوية هذه ومو محتاجينها، لأن هي بنفسها تروح لأكثر صيدلية ونفس الدواء ونفس الطريقة، وما أدري وين يبيعونها صراحة. بعد ما أنت تشوف وضع الصيدليات الآن ومحاولات سعودتها من فترة إلى أخرى، سعودة الصيدليات تحس أنها قريبة ولا بعيدة؟ لا أنا أحس أنها قريبة. قريبة؟ إيه، هم بدأوا بأعتقد 20% قبل، ما أدري. كل سنة عندهم جدولة. كل سنة يزودون يعني. بس تشوف أن الصيادلة السعوديين كمان حيشتغلون هالشغلة وتكون مربحة لهم بشكل كبير جدا. أنا شاكر لكم مقدر أخوي ياسر التميمي، عانك الله على التوعية، استمر في التوعية إن شاء الله، نحتاج كثير من الصيادلة يتكلمون زي بإذن الله. شكرا لك ياسر. شكرا، الله يحفظك، حياك الله.